السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. تحية لخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج أرض الوطن. نتمنى من الوطنيين الأحرار اللي عنده غير على بلاده أنه يبارطاجي هذا الفيديو، لأنه 3 مارس الحد الجاي إن شاء الله عندنا واحد الوقفة في هذا المكان هذه إن شاء الله للدفاع على الوحدة الترابية وما تقش بلادي، وغادي نردوا على هذوك الناس اللي تسيئوا إلى بلادنا أو للمرأة المغربية أو إلى السياح المغربية أو للرجل المغربية أو على الجمال ديال البلاد ديالنا أو الصحراء المغربية اللي هي مغربية كره من كره وأحب من أحب، أو إلى المملكة المغربية أو إلى الملك الله ينصره. فأخوتي فتنتمنىكم أنه الجالية المغربية تحضروا معنا يوم 3 مارس الذي تكون واحد وقفة أنا من جوجونس إن شاء الله، وغادي نكون أنا مع الجوج هنايا واللي جا مرحبا به. تنتمنى من الجالية المغربية يجيبوا وليداتهم ويجيبوا العائلة ديالهم، وأي واحد يجي غنكونوا فرحانين وغادي نهزوا الشعار لبلادنا إن شاء الله، وغادي نتحبوا بعضياتنا وغادي نزيدوا بلادنا القدام. الجمعية الملكية للمغاربة في أوروبا قادة تكتب الاسم ديالها في أي دولة وفي أي بلاصة. الجمعية الملكية ديال يوسف زروالي الرئيس ديالها أنه لا يخاف أحد، تخاف إلا الله رب العالمين، وتنحب الوطن ديالي وبلادي ولا الشعب والملك ديالي، وقادين بأنه نصنعوا المعجزة إن شاء الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. سأساعد الفقراء، سأساعد أبناء الشعب الشباب، سأساعد الجالية المغربية داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وأي واحد من الفرنساويين أو من الدول الأوروبية مشى للمغرب وتعرض لإهانة الجمعية المغربية ستدافع عليه، لأنه تحية فرنسا، لأنها دائما ستساعدني على أي حاجة، والسلطات فرنسا والداخل فرنسا ساعدوني في صلاح الله واللي تنسال الخير غير ود الحرام. إذا أخوتي بالنسبة للرخصة ها هي، هذا الشيء راه قانوني بموافقة السلطات اللي عطاونا الرخصة وشكرا لهم جزيلا. واخ محمود غادي يقول لكم البلاصه اللي نبداو فيها وفين غادي نساليو. وي ميدامز ميسيو بونجور. Alors, la manifestation se déroulera le 3 mars à partir de 14h30. L'itinéraire, il se partira d'ici place de Trocadéro, juste sur ma gauche, à 500 mètres, auprès de l'ambassade du Maroc, rue de la Tasse. Voilà. C'était une très bonne journée. On se retrouve tous les uns les autres à partir de 14h30, ici place de Trocadéro. شكرا لكم وتنتمنىكم تساعدونا وتبارطاجيونا باش تنجح لنا هذه الوقفه اللي غادي يكون الشعار المغربي اللي تنعترفوا به داخل الوطن وخارج ارض الوطن هو اللي مهزوز. وتنشكر خوتي اليافا اللي دائما تشجعوني، تنتمنى تحضروا معنا خوتي الصحراوه خوتي الداخل، كلنا مغاربه ولا للعنصريه، تنحب كل شيء وتنبغي كل شيء وتنبغي بلادي نشوفها دائما الفوق، والدوله ملكيه ستبقى دوله ملكيه يعني ارث الله الارض وما فيها، وجمعيه يوسف الزروالي جمعيه أرم إن شاء الله اللي هي جمعية ملكية للمغاربة في أوروبا ستدافع على كل أبناء الشعب داخل الوطن وخارج الوطن تحت الشعار الله الوطن الملك. الله يبارك في عمر سيدي. نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة. فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائن، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها للتآمر مع أعداء الوطن.